السلام عليكم. في هذا الفيديو سأحدثكم عن العصور التاريخية التي قسم بمقتضاها علماء التاريخ الحياة البشرية منذ ظهورها. قبل ذلك سنتحدث عن التاريخ الميلادي أو ما يعرف بالتاريخ الجريجوري لنفهم العناصر التي ستأتي بعد قليل. كما هو موضح أمامكم أن هناك تقسيم لفترتين، فترة ما قبل الميلاد وفترة الميلادي أو ما بعد الميلاد، الإشارة إلى الصفر وميلاد المسيح عليه السلام. فالفترة التي تأتي بعد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام تسمى بفترة ما بعد الميلاد. نقول مثلا سنة 2018 ميلادي أو سنة 2018 ما بعد الميلاد. الفترة التي تسبق ميلاد المسيح عيسى عليه السلام قلت تسمى بفترة ما قبل الميلاد. أن نقول مثلا سنة 2000 قبل الميلاد، أو نقول 2000 الثانية أو الثالثة قبل الميلاد. كما ذكرت أن علماء التاريخ اتفقوا على تقسيم العصور التاريخية إلى 4 فترات بالإضافة إلى فترة ما قبل التاريخ، اعتمادا على أحداث أو اعتمادا على معالم تاريخية كان لها الأثر الواضح على حياة الإنسان. كما قلت بالإضافة إلى فترة ما قبل التاريخ، وهي الفترة التي تسبق اكتشاف الإنسان للكتابة، بمعنى منذ ظهور الإنسان إلى غاية اكتشافه للكتابة سنة 3200 قبل الميلاد. وهذه الفترة عاش الإنسان حياة بدائية ولم يعرف الكتابة، فقد تطورت حياته من خلال استعمال الحجارة ثم اكتشاف بعض المعادن، استئناس الحيوانات، وكذلك اكتشاف النار، وكذلك اكتشاف الزراعة. هذا العصر كذلك ينقسم إلى عصر حجري قديم، عصر حجري وسيط، وعصر حجري حديث. العصر القديم وهي الفترة الممتدة بين 3200 قبل الميلاد، تاريخ اكتشاف الإنسان للكتابة كما قلت إلى غاية 476 للميلاد أو بعد الميلاد، تاريخ سقوط روما أو الإمبراطورية الرومانية. هذه المرحلة عرف العالم فيها ظهور عدة حضارات، ظهور وازدهار عدة حضارات، وعرفت بحضارات العصر القديم مثل الحضارة الفرعونية، الحضارة البابلية، الفينيقية، الرومانية، الإغريقية، وعدد آخر من الحضارات في مختلف مناطق العالم، خاصة على مستوى القارة الآسيوية الأفريقية وكذلك الأوروبية وما يعرف بالعالم القديم. العصر الوسيط وهي الفترة الممتدة بين 476 ميلادي تاريخ سقوط روما إلى غاية 1453 ميلادي تاريخ سقوط القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، على يد العثمانيين. وفي مصادر أخرى نجدها 1492 تاريخ اكتشاف كريستوفر كولومبوس للقارة الأمريكية، وهي فترة تعرف بعصور الظلام في القارة الأوروبية، حيث عاش الأوروبيون مختلف مظاهر التخلف. شهدت هذه الفترة كذلك ازدهار كبير للحضارة الإسلامية، نشأة وازدهار الحضارة الإسلامية في أوروبا انتهت ببوادر عصر نهضة سيأخذها إلى عالم آخر. العصر الحديث وهي الفترة الممتدة بين 1453 كما قلت تاريخ سقوط القسطنطينية، وفي مصادر أخرى كما سبق وذكرت 1492 تاريخ اكتشاف كولومبوس للقارة الأمريكية، إلى غاية 1789 وهي تاريخ الثورة الفرنسية، هذه الثورة المشهورة في القارة الأوروبية وفي العالم ككل، والتي أحدثت تغيرات على الحياة السياسية الأوروبية وفيما بعد العالم. أهم ما ميز هذه المرحلة هو التحولات التي عرفتها القارة الأوروبية سواء سياسيا اقتصاديا علميا، مثل بداية عصر النهضة وصولا إلى الكشوفات الجغرافية والحركة الاستعمارية، وصولا إلى غاية
فترة الثورة الصناعية التي ستحدث الفارق لصالح القارة الأوروبية على حساب باقي مناطق العالم. العصر المعاصر، وهي الفترة التي تأتي بعد 1789 تاريخ الثورة الفرنسية إلى غاية يومنا هذا، وهي فترة عرف العالم فيها تحولات كبيرة، أهم ميزها التطور العلمي الكبير الذي يعرفه ويعيشه العالم. شكرا للمتابعة. هذا الموضوع موضوع بسيط مختصر غير مفصل، يمكن طبعا أن يفيد الغير مهتمين والغير دارسين لعلم التاريخ وكذلك طلبة التعليم المتوسط. في فيديو آخر يمكن أن أفصل أكثر أو أتحدث بتفاصيل في تفاصيل أكثر حول العصور التاريخية. شكرا للمتابعة وإلى موضوع لاحق إن شاء الله.